تأثرت الإمارات بحالة جوية وعلى إثرها سقطت أمطار على بعض المناطق من الدولة خاصة شرقاً وجنوباً على فترات متباعدة. وأفاد المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة أحياناً بحبات البرد على مناطق مختلفة من الدولة، كما أفاد بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على طريق دبي العين وأمطار خفيفة إلى متوسطة على هيلي في منطقة العين. وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع تأثر الإمارات بحالة جوية خلال الأيام المقبلة مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق من الدولة خاصة شرقاً وجنوباً على فترات متباعدة.